بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين حلقتنا مانتا أو أحلقتنا أفري طبنات أحكامتا إي فضائش بشر رمضان وحانكوس وقادنا فضل العفو والتسامح فضل أي لا هي إسعافينتا إيو تسامح إسسامحدة بشان بركيسان قده هيدا إيو بلاها كلبة وفضل فضل العفو والتسامح فضل iyo yani sharafta iyo qiimaha ay leedahay iyo thawaabka iyo ajirka uu leeyahay iscafinta dadka dhexdooda iyo issaamixida bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu jiro iyo gheerkeedba wa amal aad u qiimo badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala na quraankiisa ku amaanay نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديثي وحبضا كأماني إن ذاتك أي إسعفيان ذاتك أي سنة حريستان ذاتك أي إسعلول حارتان أو يعني متكود بمتك كالعفيو قارهان ذاتك يعني وح كالدحية أم بوحو الدحية أو حمانا إن إسعفيان بشان بركيسان وفضل آد أقيم بضان أنت إني كفا إذي ستو إلهي سبحانه وتعالى أفضضي نايا وحاهبون إن قفك استبع الله أوبريو إسلامر كان عملك يعني وناكسا أو يعني كغهر مرو صاحب كي سكالي وحقود حيان داد كان أي إسعفيان أي إسسامحان سيقود الله سبحانه وتعالى وحو أمانا ددك عرضو ذا قرية إيا ددك يعني ددك كلا عفية سامحة والكاظمين الغيظ ددك عرضو ذا قرية وحبذلنا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وانكو أرك الدونا ددك عرضو ذا قرية عريسا أو ددك لو عريسا أو يعني لو حد قد بي سيداس أو عريسا إن أو دت إن أو عفيو أيا أو قيمة بدن أو خير بدن أو فضل بدن والكاظمين الغيظ دتك عرضو ذا قرية أيو أماني الله سبحانه وتعالى إي والعافين عن الناس دتك عفية دتك كلا عفية أو سامحة والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى وحو جعليه هاي انت وحو ناجسة محسنين تا احسانك قيب بضان ايو ككوب ما قيب وحاكم دا احسانك بنا آدن كدحديس ايسو احسان فلان احسانك كالو حاكم دا قفك والدين تيسو احسان فلو او وناجيو محسن وحوناجنا ليلالا وحاكالو جري يعني ننك وناجي عبادة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ساري ننك وناجين وحالوما غعابا محسن والله الله يحب وحوج عليه أو ثوابية أو أجر بدنسية أو رالأهنشي سسية أو جندي سسية المحسنين انت وحو ناجسة آيات دان النبي عليه الصلاة الله سبحانه وتعالى وحو نبي سكو أمري إنه عفو قاتة مركز تبال إنه عفنت
أو حكسده خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالعرف ذات كان وناك فر وأعرض عن الجاهلين أنت الله وحداني يسك سهر جيدا أو جاهلين تأ أو دين تأ وحكشي غاينا كجيسو حديث أبي هريرة ورناية رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام حوليه وما زاد الله عبدا حديث كسدح قضبه ككوميه لكن محل شاهد كان حديث قارع عنه وعبارنه وما زاد الله ألا ما زيادي ما أزيادي ما أكرلي عبدا أدون بعفو عفي أدون وحعفيي الله وحكلا أمكرلي إلا عزا شرف أمبا أكرلاي أدونك وحعفية نبي وحوليه وحكلا أزيادة ملح إلا شرف إيو كرامو إيو قيمو الله أكتيس أكويشو إيو دادك أكتوض أكويشو نكي دادك إسك عفية دادك أكتوض وحوكا نغلا نن يعني دادك أجعليهين الله أنا أجعليه دتك عفية إلهي سبحانه وتعالى وجعليه وما زاد الله عبدا أدون أم الزياديو ألا بعفو عفو يعني وحعفين أم الزياديو إلا عزا شرف أدون كدوب وحعفيو وحكلا مجريه الله سبحانه وتعالى وحو أكرنيا عز إيا شرف إيا قيمه إلهي أكتيسة إيا دتك أكتوضبا دتك أكتوضبا مركز سيداس أي أقيم بدين هاي عفويقا دتك أو لاسك عفيو دتك أو يعني لسامحو عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري من كظم غيظا ننكي عرديس قرية أو ننو عرودي لكن عرديس لحدك قبطي يعني اسك عفيي اي لولجيدا من كظم غيظا ننكي عردي سقريا او يعني قفك لا عفية وهو قادر اسو اود اوله على ان ينفذه عردي سينو فوليو او ننكاس تلابك قادو اسو اودا لكن الا درتيسا اي عردي سو قريي دعاه الله سبحانه وتعالى الهي وحو ويرا ننكاس او عمل كاس وناكسان قبتي او عردي سقريي قف كان اساس سامحي على رؤوس الخلائق دتك نحضوضة دتك نحضوضة مانك قيامها يوم القيامة دتك نحضوضة اللوغيرة سقار امك عيسى اصول الموجناية وناك ايا خيرك او سو سميي حتى يخيره الله حتى يخيره الهي او كدور قليو كخيار قليو وحربت كقادة كير أهدو من الحور العيني من الحور العيني ما شاء انتو دونو حور عينتا انتو دونو مركو أوجدان فضلقة إيو قيمها يعني إي أجركا الله سبحانه وتعالى أو كل يهننك عردي سقرية دتك عفية دتك اسكسا محا وليبا أسيق اللغو قرد الروضي أو أسيق اللغو حد قدبي سيداس دادك وعفية فضلق إي قيمها إي لاذاهي وذو جيدا بش رمضان إي غير كيدبا حديثك للنبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام وحور إذا كان يوم القيامة مالك قيامة هدي لقارو أن بلا تاغنيه نادى مناد مت واقايا أيا دواقايا يعني مت واقايا أيا دواقايا وحوليه أين العافون عن الناس أو ينكو دتك عفجري أنت أدونك لجوه دتك اسك عفجري أو اسك سامح جري أو ين هلوموا إلى ربكم ربكين أكاليا وخذوا أجوركم أبا المرنتين إي أجركين إي ثوابكين قاتع وحق على كل امرئ مسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام قف كستاء مسلمة وحا أصغن إذا عفا حدي أو دد اسكع فيه
أن يدخل الجنة جنة إن لجليو أي أسوك ناتي هذه قفك يعني قفك استاء مسلنا وحاشرد قفك استاء مسلنا هذه أودد اسكعفيو وحا أسوك ناتي أم بحق أه أن يدخل الجنة جنة إن لجليو جنة إن لجليو أي أسوك ناتي وكاس ومالك قيامة دتك أو يعني محشر كتاغن بنان كتاغن يعني مالن قرحيد اي تهي نادى منادن و دتك او سيدا دقدقا لو عفيو او سيدا دقدقا لو حسابيو او جنادا لقيو منادق وحوليه اين العافون عن الناس او يان دتك عفي جري انت ادونك اللي جوغو دتك اسك عفي جري او اسك سامح جري أسيقوا لن دباتيي أن بلغوا حد قد بي دادك عفي جري آويان هلوموا إلى ربكم ربقين أكا علي وخذوا أجوركم أبال مرنتين إي ثوابكين قاتا وحق على كل مسلم امرئ وحق على كل امرئ مسلم قف كستوه مسلم وحا أسوك ناضي وحق أه إذا عفا هدي أو وحا عفيو ودادك إسك عفيو ودتك السامحة أن يدخل الجنة جنة إن لقليو جنة إن لقليو أي أسوة يعني أيضا فربضا وقرآن ككمدة أي وحي ديري قلنا يعني أبا إلهي سبحانه وتعالى أو أمديس كل ديري قلنا إن يعني قاركوض قارك كلا إسكعفيان أي إسا سامحان دد كور دنبا اي اهادان دد يعني ان وح سقبن بلشو ان وح سقبن بلشو يعني اسكو حران بلشو يعني دسن او وناكسن حدين متكود قلد او كدعو متكله او قلد او غيستو كان قلد كلو غيستي ايا وليبا لوو ترترسينا لوو ديري غلينا انو ولالكيس اسكعفيو سي يعني نينكاس أسيقنا أي عبرة واحد حيوة هانا يسا عبرة عبرة قادشو يفيري قارة أسيقنا مركلة سيدا سوكلة قفكلة دو كعد قدبو وحكو ديرنا إنو اسك عفيو مركلة عفيو إنو سن مردن بكو دق دقين إنو عدك يعني لباتيو أمبا أو كعد قدبو مركلة اسعفين تسيداس أي قيمة كل هذا فائدة التسامح هل كان وحن كسو كوبينا فائدة ذا أي لا ذهي فائدة ذا أي لا ذهي إن يعني ددك أي إسا سامحان كو امتثالا لأمر الله إسا سامح دا وفرتو مثل فرتو مايو ألا أمركي إن هاد إلهي أمركي سقادته أي وحوينا وامتثالا لأمر الله وطلب العفو والمغفرة والرحمة هذا هو إلهي كعود ستي عفو إيو دنبداف إيو النحريس قال تبارك وتعالى ربي وحو يري فعفو عنهم نبيو اسكعفي واستغفر لهم ودنبداف وشاورهم في الأمر تلادنا يعني اللو ذاك أو اللشور مركو واكاس امتثالا لأمر الله وعلى بركو إلهي أمر كيسة فرطونت وفائدة دا تسامح أي لا ذا لابو العفو والتسامح إسعفنت إيا إسا سامح دا وحي السبب ويهين سببا من أسباب النيل مرضات الله تعالى وحي السبب ويهين قاردة إلهي سبحانه وتعالى رهال أهانشيه سلقارو أي سبب ويهين دتك عن العفو قال تبارك وتعالى فاعف عنهم واصفح ان الله والله يحب ان الله يحب المحسنين صدح يعد التسامح اس سامحده وحا لو تريا يعد التسامح اس سامحده وحا لو تريا سببا من اسباب التقوى سبب كمدا اسبابها التقوى ده يعني كنايه وصفة للمتقين وحي تلمان أتهي ددك ألك عبسي قاله وقال تبارك وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى إنا ددك عفسان
oo aad dadka iska saamaxdaan oo aadan dadku waxba u raacan ayadoo lagu waxad gudbi waxay ka mid tahay min asbaab التقوى وان تعفو اقرب للتقوى inaad dadka iska cafisaan ayaa u dhow alla ka cabsiga walaa tansaw الفضل بينكم fadliga iyo qiimaha dhexdiina ahaaday ha hilmaamina afar الشعور بالراحة النفسية قفكو وح عفية وح دريمة يعني راحة أو نفسية والإطمئنان الداخلية دجنان أو يعني أي دريمة والسلام نبتقالية أي دريمة وشرف النفس يعني نفتي سئنا يتهي نفس شرف له أو وح عفسي أي دريمة شن العفو سببا من أسباب النيل العزة شرفت جارده أي سبب عفو التسامح فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله على أمكري أمزيادي عبدا أدون بعفو عفو أو سميي أمزيادي إلا عزا شرف أمزيادي أدون كدوح عفيه شرف أمزيادي الله سبحانه وتعالى لح كسب الرفعة والمكانة وكسب شو يعني مكانة عند الله يعني ميل سرع أم بدر جسر الله أكتي سبحانه وتعالى لغا كسبه لغا كسبه واي إن يعني دتك العفيه إيه وعند الناس دتك أكتوضح حتى إن دتك العفيه ومكانة عند الله وعند الناس تضبط سيادة المحبة وحا عان نغانايا دادك الاحذو دا محبة اسجعيل ايو والرحمة اسونا حريصاشو بين افراد المجتمع مجتمع يعني لحذو دا مجتمع افراد دا لحذو دا وسيادة المحبة وحا عان نغانايا او سرمرايا يعني المحبة والرحمة بين افراد المجتمع سديد ازدهار المجتمع يعني بلشده وحين غنيسه بلشه هرمر سميسه وزياده تطوره يعني هرمر ديري اه اني سميسه وازدهار المجتمع وزياده تطوره سقال حمايه المجتمع من الطامعين في المجتمعات الاخرى بلشده وحي الى لوته ان بالدفاع يعني داد كالي او صوت دمعا او آن مسلم اهين حدي اي اسكو حرينيهين داد كمسلمين تا اسجعليهين او اساسا معايان وحي حماية اوته من الطامعين كو صوت دمعايا في المجتمعات الاخرى بلشوين كالا طبعا او احكان او قدام بايا على عفو والتسامح اسعفين تا اساسامحي دا من مكارم الاخلاق اخلاق داد تيدا سرعيسا او شرفت لا اي كمتهي اي وصفات النبيلة تلمامها قيمها بضان اي اي كم التحي حلقة دينا رمضاني او ان ما انتو كسو قادن اي فضل العفو والتسامح حلقا ايان كسمينا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.